الناس الكل، حتى حد ما نقعد كونفرتاسيون نحترموا خدمتهم، وبالنسبه للامنيين نحترموا خدمه الصحافه. كل ايه نحترموا خدمه الصحافه. كعتيدكم تو تقريبا منذ 10 دقائق احمد، المعطيات الاوليه انه فما معناها راهي العناصر الارهابيه محتجزه في احد معناها البلايص على مستوى المتحف تاع البارد ومحتجزه راهي كذلك. فما بالنسبه لكادافر فما 8 ضحايا، فما 8 ضحايا من السياح. العمليه مازالت متواصله، اجانب الجنسيات مازال ما عندناش. بالنسبه للوحدات نتاع الباد مازالت محاصره، ما عنديش ما عندناش عدد. عندنا انه معناها محتجزين مجموعه من السياح. قمنا كذلك باجلاء عدد كبير من السياح خرجناهم، مازال عدد قليل لكن مازالوا محتجزين. ممكن في الساعات القادمه عمليه مداهمه لتحرير نستناو الوحدات المختصة. هل المتحف كان مستهدف أم مجلس النواب؟ المتحف بالتحديد كانت عملية تستهدف سياح، فما تونسي وفما من جملة القتلى فما تونسي. برافو 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 برافو.